السابع من أبريل يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، وفي ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة جراء تفشي وباء كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة جديدة هذا العام تزامنا مع المناسبة، تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة الصحية. طبعا يستنفر العالم اليوم جميع طاقاته وكوادر الطبية والصحية من أجل التصدي للوباء الذي بات يمثل كارثة إنسانية بعد وصول عدد المصابين به إلى ما يزيد عن 131 مليون نسمة في أكثر من 210 دول، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 3 ملايين شخص. لنتابع. إذن رح نتكلم أكثر حول اليوم العالمي يوم الصحة تحت شعار إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة. طبعا هذا ما تهدف إليه منظمة الصحة العالمية من خلال هذه الرسالة. ومعنا في الاستوديو الدكتورة أميرة الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي. نرحب فيك دكتورة في برنامج العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. هلا بك، وأنا أتشرف بوجودي معاكم وجميع المشاهدين الكرام. تسلمين. يعني يوم الصحة العالمي في 2021، طبعا من 2020 و2021 يعني هناك أكيد اختلاف جذري فيما يجري في العالم، خصوصا فيما يخص الصحة، دعوة لعدالة صحية عالمية غائبة في ظل أزمة وبائية مثل ما قاعدين نمر فيه إحنا حاليا هنا. شنو نقدر نقول تحت هذا العنوان في ظل ما نمر فيه وما يعاني منه العالم حاليا؟ نعم، من السنة اللي فاتت لحد هالسنة جائحة كوفيد أثرت على الدول في العالم كلها، فيتطلب منا أن الجميع يتساند وأن الحق الحصول على العلاج والخدمات الصحية ما تكون يعني محصور على الدول غنية والفقيرة، لازم تكون في عدالة ومساواة، لأن هذا حق وليس امتياز أو شرف. الحصول على الخدمة الصحية شيء مهم جدا جدا، خصوصا ان العالم في يعني يعاني من كوارث وحروب، وحتى الدول اللي فيها مثلا خلينا نقول سلام، لكن في دول تعاني من الفقر. فاللي صار ان دول العالم قاعده تحاول تتكاتف ان توصل لقاحات كورونا للدول الفقيره مو بس الغنيه، خصوصا ان نشوف بالتلفزيون اخبار وايد على الحروب في الحصول على اللقاحات ومافيا، لان كل دوله لها اولويه حق شعبها يكون، لكن في نهايه المطاف لازم الكل يتكاتف ولازم نشوف السياسات اللي تعطي اولويه وحقوق حق الناس انها توصل للخدمات الصحيه. أيضا نتكاتف لأن بالتعاون العمل الصحي يرقى، فإذا في محصلة المطاف نفس ما قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، إذا الدول الغنية صارت هي بس اللي مستحوذة رح نضطر نشيل الدول الفقيرة لمن تنتكس، فخلينا من البداية نحقق نوع من التوازن بين. نعم. طيب دكتورة، خلينا نتكلم عن الدول الفقيرة، واللي يعني أهم الأنشطة لبرنامج الأمم المتحدة يعني للمستوطنات البشرية خلال هذه الفترة الحالية للدول الفقيرة بالتحديد.
الله يسلمك. احنا يعني في ظل تفشي جائحة كورونا كل المنظمات في العاملة في الأمم المتحدة جيرت عملها على موضوع كورونا، بس كل واحد وتخصصه. فبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لا علاقة في المدينة والخدمات المتعلقة في المدينة، وبالتالي تعاوننا في مع جهات خيرية بالكويت في مساعدة دول أخرى، مثلا الجمعية الكويتية للإغاثة، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. سوينا مشاريع خارج دولة الكويت في العراق وفي بيروت بعد مرفأ بيروت. داخل الكويت تعاوننا مع الهلال الأحمر الكويتي، وزعنا كمامات، وأيضا مع سفارات وزعنا كمامات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فإذا يعني في نطاق كوفيد وايد أشياء سويناها، وبالإضافة إلى عملنا الأساسي اللي هو نشر الوعي الخاص في المدينة والدورات التدريبية والأشياء هذه. وكنا بداية الجائحة قاعدين نسوي حملة الكويت تزرع، فاستمرينا فيها لحد ما توقفت الدولة يعني فبراير الماضي. لكن قاعدين نسوي وايد أنشطة لها علاقة في الرفع من كفاءة المدن، وخاصة أن كورونا سلطت الضوء على موضوع التباعد الاجتماعي وحقوق العمال مثلا في السكن المناسب. يعني هذا الشيء هم بعد ممكن أتطرق له، اللي هو لما تقولون عن العدالة في اليوم، شعار اليوم الصحة العالمي العدالة ومساواة في الخدمات الصحية. ممكن أنا أتطرق أن شركة نفط الكويت مثلا قاعدين يساعدون عمالهم، قاعدين يقدمون لهم خدمات صحية لأن قاعد يرفعون من شأنهم، خصوصا أنها دولة نفطية تعتمد على العمال في المصافي وفي الأماكن الخدماتية. وأنا يعني شهدت بعيني شلون قاعدين يشيلونهم من ناحية السكن والخدمات الصحية والأكل والتنقل وكل شيء. فهذا التعاون اللي قاعد يصير داخل الكويت ولا زال مستمر إن شاء الله. جميل. في هناك ورشة افتراضية يقيمها البرنامج حاليا اليوم إن شاء الله، وندعو المشاهدين الكرام لحضورها. الورشة تتسلط الضوء على عن المعاقين كفئة. نبدأ بالأطفال، نسلط الضوء عليهم ونمسك محورين، محور التعليم ومحور المدينة نفسها، المساحات العامة في المدينة. شلون لازم تكون متاحة حق المعاقين بكل فئاتهم. يعني دولة الكويت ما شاء الله عليها يعني من الستينات وقبل النفط على فكرة، المعاق له دور في التركيب السكاني والخدمات المجتمعية. في ورشتنا راح نقابل كوكبة من الباقة، من الخبراء والمتخصصين. عندنا من مثلا من منظمة اليونيسيف رئيسها راح يكون موجود ويانا، اللي هي المكتب الإقليمي لدول الخليج العربي والمكتب الإقليمي للمدن العربية. دكتور عرفان علي راح يكون حاضر ويانا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالكويت حاضر معانا إن شاء الله دكتور طارق الشيخ، وأيضا من بلدية الكويت المجلس البلدي. وعندنا بطل السكواش، لا عفوا الفنسنج، سلاح الشيش طارق القلاف راح يحضر معانا ويتكلم معانا عن تجربته كالإعاقة، شلون هي فادته انه انشد يعني برغم المعوقات اللي داخل الدولة. فاحنا في هالورشة راح نسلط الضوء على شلون لازم نعدل من كفاءة المدينة انها تخدم فئات مثل التوحد والداون سيندروم واللي عندهم امبيرد الصم والبكم والمكفوفين. كل فئة من هذول لها احتياجاتها، وخاصة في شيء اللي هو إذا صار في إخلاء مثلا أو في كارثة أو في أي شيء يعني يتطلب خروجهم بسرعة شديدة. فالمعاقين لازم لهم مخارج محددة تساعدهم على سرعة الخروج. أيضا لازم يعني نستبق الأحداث، نوفر هذه الخدمات، وإن شاء الله ما يصير كوارث ولا شيء. لا إن شاء الله ما يصير. لكن هذه الندوة متى راح تكون وشلون يقدرون الناس أنهم يتابعونكم؟ الله يسلمك. الكادر هذا اللي فيه الصور، في باركود ولا في شو يسمونه كيو ار، الناس تقدر
تقدر انها تصور يعني إيه؟ ويطلع بالموبايل وتسجل وتحضر. جميل. مفتوح حق الجميع الحضور والمشاركه. وحياكم الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. الساعه 10 الصبح ل 11 ونص عفوا. ممتاز. في ورشه واحده اليوم واحد. ورشة ندوة فيها 16 مشارك، فيها سعاد الفارس بعد راح تحضر، يعني نحبها ونقدرها، ويعني ساعة ونص إن شاء الله تكون خفيفة على الناس ومفيدة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن دور أو برنامج الأمم المتحدة بالتحديد للمستوطنات البشرية لتخطي هذا الوباء، خاصة إحنا نشوف إنه في اختلاف في دول العالم، ولكن أيضا يعني نقول الظروف متباينة اللي يعيشها دول العالم. الصراحة يعني موضوع الابتكار شيء مهم جدا جدا في ظل ظروف جائحة كورونا، لأن في دول نفس ما قلت أستاذ نجيب الناس تتباين في توفر الخدمات داخل الدولة. فالدول في أفريقيا مثلا معدوم فيها الماي، مع أن في أمطار، لكن أنت تبي ماي صحي، تبي ماي نقي. فشلون الابتكار أني في القرية هذه أجيب لهم حاويات ماي، ولازم صابون، وأنا ما بتكلم عن الكحول، أبي صابون وماي بس، هذا هو. والتباعد الاجتماعي، فسوينا حملات توعية حق السكان أن غسلوا إيدكم، حاولوا كثر ما تقدرون يعني تسوون إجراءات تنظيف الأغذية وكذي. في دولة نفس الكويت يعني ما شاء الله الكويت ما قصرت، وايد أشياء سوتها حق الناس من ناحية الأقصد يعني كبداية قبل الجائحة. البنية التحتية للكويت ممتازة، في عندنا شبكات مياه عذبة ومياه مجاري وأمطار. نعم. وفي الكهرباء والماء والإنترنت. الإنترنت مهم جدا، ليش؟ لأن الأخبار بسرعة يعني هذا الموضوع، الجائحة هي جائحة كلمة أكبر من وباء. الجائحة شيء ينتشر وخطر. فالكويت البنية التحتية تساعد في رفع الوعي للناس. وعلى فكرة من بداية الجائحة لحد اليوم وايد أخبار مفبركة قاعدة طبعا تدور. هذه المشكلة دكتورة، يعني احنا قاعد نشوف انه أخبار مفبركة، أخبار شائعة، خلينا نكون صريحين أكثر، شائعات وايد، كل يوم كلمة، كل يوم يعني خبر جديد. دوركم في وأد هذه الشائعات، هل لكم دور؟ أكيد. في من بداية الجائحة لحد اليوم منصات الأمم المتحدة قاعدة ترصد الأكاذيب اللي قاعدة تصير، ملايين صح، ملايين الملايين الأكاذيب المقنعة. يعني شلون مقنعة؟ أول يقول لك مثلا أحاديث نبوية مكذوبة ويصير نشرة، ترى يا جماعة هذه أحاديث نبوية. على الجائحة في أشياء يعني ظاهرها مقنع لأنها تبدأ بكلام علمي. فتح الزلمة قاعد يقوله أحد فاهم يعني. فاللي متعلم مثلا، حتى أنا مثلا دكتورة، بس لما أطالع يا ربي الكلام بدايته صح، بس مثلا يعني واحدة من الأشياء اللي قالت اللقاح صار له 6 أشهر، لا هو صار له 10 سنين. صح بالضبط. قيد التجربة. فيروس كورونا نفسه هو أساسا موجود، فيروس كوفيد اللي هو حديث، لكن في دراسات كانت تتم لعلاج مثلا كان في سارس من قبل، وأيضا مارس، يعني كان في هناك بداية لدراسة لقاحات لهذه الفيروسات التي المبنية من فيروس كورونا بالضبط. واللي منها مشتق أكيد فيروس كوفيد 19. طيب دكتورة، يعني من كلامك قاعدين يعني نحس أن الكويت فعلا قاعدة تسوي دور مهم، يعني نتكلم نظرة أممية. نعم. يعني ودولية، كيف يمكن النظر إلى دولة الكويت وتعاملها مع جائحة كوفيد 19؟ إذا مثل ما تفضلتي من باب التوعية الكويت قاعدة تحاول، إحنا دورنا هنا في وزارة الإعلام والتلفزيون الكويت إن إحنا نصحح الإشاعات والمعلومات المغلوطة اللي تطلع ونعيد ونكرر العودة إلى المصادر الموثوقة أو المسؤولة لوصول إلى المعلومات الصحيحة. دوركم أو رؤيتكم لدور الكويت شلون تحتوي هذه الجائحة حتى الآن؟ يعني بالمختصر ان الكويت بتبرعها حق منظمه الصحه العالميه بملايين الدولارات ساهمت في انقاذ شعوب اخرى في المنطقه دون ذكر يعني الاسم، من ضمنها ايران.
أيضا، يعني في دول معينة استفادت من التبرعات اللي أكثر من 10 ملايين دولار جت من الكويت حق منظمة الصحة العالمية للمساهمة في إيجاد لقاح مناسب للشعوب. فهذا بحد ذاته في يوم الصحة العالمية وشعار المساواة والعدالة نلاحظ أن الكويت ساهمت بهالشيء. أيضا الكويت بتقديمها للخدمات للوافدين من كافة يعني الجنسيات داخل الدولة لما صار في لوك داون مثلا في الدولة. نعم. توصيل الأدوية للناس في الأماكن أثناء الحظر، مساهمتها أيضا في المنظمات لما تسوي مثلا ورش عالمية أو مؤتمرات وقرارات الدولة، هي طبعا القرارات منصبة في مصلحة الشعب الكويتي لكنها مرتبطة في منظمة الصحة العالمية، فهي تسترشد في القرارات الأممية. خصوصا لاحظوا يا جماعة الخير أن بداية الجائحة كان في وايد معلومات مبهمة حق الأمم المتحدة، مو بس يعني مرض خطير لكن للحين مو مفهوم، لكن سرعة التحرك أول لو نذكر في فبراير اللي طاف على طول الدولة تسكرت صحيح. وإلغاء لحفلات العيد الوطني. ليش؟ لأن الجائحة نفسها مرتبطة بالتجمعات، فهذا بحد ذاته يحسب لصالح الدولة. لازم الناس يبقى عليها شنو أنها توعي نفسها، يعني وزارة الصحة قاعدة تبذل مجهود، بس قاعد نقرأ في المنصات الاجتماعية أن الدكاترة صاروا منهكين وصار في إجهاد لهم، فالناس من باب أولى تساعد الأطباء المفروض صحيح ويتخذون جانب الحيطة والحذر. وأنا من تلفزيون الكويت أشجع الناس أن يسجلون بالمنصة ويأخذون لقاح كوفيد آمن، مو نفس ما قال عنا وايد أشياء، يعني لا هو ما في أي مضرة كلش. المشكلة دكتورة أن يمكن هذه النقطة اللي يمكن يطلع لقاح يتم بعدين التشكيك فيه، يطلع لقاح ويتم التشكيك فيه، ولكن هذه حروب شركات مثل ما قلنا. يمكن حتى أمس أنا يمكن نانو مهني كنا قاعد نتكلم عن موضوع أن أسترازينيكا والكلام اللي طلع عنه، وأيضا في التالي طلع أنه هو لقاء مع أحد الدكاترة في إيطاليا وتم ترجمة كلامه وأسترازينيكا يعني لقاح ما في أي شيء أو ما في أي خطر. يعني أنا من إجابة على سؤالك عن دور الكويت، الكويت وفرت كل اللقاحات وبأعداد مهولة، وفي يعني الكميات المعلنة تغطي الناس، وفي بعد اللي يسمونه هذا بعد شو يسمونه احتياط يعني زيادة أكثر بعد احتياط. يعني ليش؟ عشان إذا صار ما صار في كميات، فهذا أنا أشيد في دور الدولة في توفير لقاحات كلها. يعطيك العافية دكتورة أميرة الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي، جزيل الشكر لك على وجودك معنا على توضيح نقاط مهمة جدا للسادة المشاهدين. يعني كلامك بما أنك متخصصة في هذا المجال يعطيك ألف عافية على توضيح نقاط كثيرة لجميعنا. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم. مشكورين وحياكم الله في ورشتنا بعد نص ساعة إن شاء الله. مشكورين.